مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا ومرحبا بكم مباشرة من مدينة واديزم. مرحبا بكل متتبعي قناة شوف تي في أينما كنتم مشاهدينا داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن. ياسين الله يرحمه والله يصبر ميمته، تقتل في ظروف غامضة مشاهدي قناة شوف تي في، والأم ديالو تتقول لك انا باقي مازال ما دفنتش ولدي، مازال الجمره ديال ولدي شاعله. علاش؟ لان ما عرفتش كيفاش تقتل، وما عرفتش علاش تقتل، واللي قتلو مازال ما تشدش. هذا هو اللي خلاها منهاره مشاهدينا، هذا هو اللي خلاها يعني ما عمرها قدرت تنسى يعني داك الولد ديالها، ولا تبرد هذيك الجمره. فعلا خوتي قريت واحد التعليق قالوا لك الله يبرد عليك اختي، طلبوا الله سبحانه وتعالى الله يرحمه ويوسع عليه، وانتي ميمتو الله يبرد عليك، الله يبرد عليك والله يبين الحق. الموت يعني الروح كما تنقولوا عزيزه عند الله. شحال قد هذا الجاني ما يهرب، شحال قد هذا الجاني ما يتستر عليه، ربي سبحانه وتعالى يفضحه، ربي سبحانه وتعالى يبين الحق. بدعواتكم خوتي الله يبرد على هاد الميمه ديالو، وهو الله يرحمه ويوسع عليه، ودعواتكم كذلك الله يبين الحق والله ينصر الحق. فمرحبا بكم خوتي، نسمعوا من هاد الام المنهاره، هاد الام مسكينه اللي الصوره ديال الابن ديالها ما فرقتش يعني بين عينيها، ما فرقتش الخيال ديالها، ما فرق، باغا تاكل تفكروا، باغا تنعس تفكروا. فخليوكم معنا مشاهدينا نسمعوا منها التفاصيل. مرحبا بك اختي، احكي لنا النهار اللي خرج ياسين من الدار شنو وقع. السلام عليكم. ياسين خرج نهار واحد في شهر 12 2013، نهار الحد. خرج مع الحداش تقريبا، مع الحداش خرج باش يمشي عند اختو، كانت كدير كانت كدير العاب القيوة. مشى باش ديما كيمشي معاها، كيبقى يتفرج وداكشي، كيسالي وكيجي. هذاك النهار مرجعش، جات اختو سولتها قلت لها واش ما شفتيش ياسين، قالت لي لا ما جاش عندي. بقينا كنتسناو دابا يجي دابا يجي، ما جاش. صافي فاش قرب المغرب صافي وليت شكيت بلي راه تقدر تكون واقعة عليه شي حاجه. بديت كنقلب، عيطت للعائله كلهم تنقول لهم واش جا عندكم ياسين؟ لا لا، حتى واحد ما عطاني خبره، حتى واحد ما قالك جا عندي. هزينا الطوموبيل مشينا، بقينا تنقلبوا في داك البلايص اللي تقدر زعما يكون. هذيك الليله بالضبط كانت الكره، قلت انا ربما يكون يمشي يتفرج الكره، غادي يكون دافز مع شي حد ولا هذا. مشينا هزينا الطوموبيل، بقينا تنقلبوا في البلايص اللي زعما فيهم الظلمه وداك الشيء، قلت ربما يكون مع شي حد هنا ولا. ما لقيناش، مشينا السبيطار، وصلنا غير سولنا السكيورتي اللي في الباب، قلنا ليه جات شي كسيده شي حد مضروب هذا، قال لينا راه جا شي حد مضروب، شي كسيده ولا ما نعرف اشنو. قال لينا شنو لابس؟ قلنا ليه اشنو اللي لابس؟ قال لينا وراه كاين واحد الولد، راه دخل واحد الولد بهذه المواصفات وبهذا اللباس هذا. المهم دخلنا السبيطار، لقينا البوليس قدامنا. انا بغيت ندخل، قلت ربما تكون كنا هذيك الساعه، انا تنقول ربما غيكون دابز مع شي حاد شي كسيده مضروب في ايده مهرس مجروح، ما كانش على بالي كاع بلي غادي يكون. ولكن الصدمه هي فاش وصلت بغيت ندخل، شدوني البوليس سولوني قالوا لي اشنو لابس هذه. المهم عطيتهم كلشي صافي، هما يشدوني من يدي داوني لامو. صافي ملي بداو غادي نبي لامو عرفت كاين الموت. وصلت قال لي واش غتقدري تشوفي؟ قلت له غنشوف. شفته مضروب عنده ضربه في قلبه، ومقموش من ايدي من هنا ومن ركبته. صافي ما بقيتش عقلت على راسي، واش انا بداك الشيء بصح واقع، واش كان حلام، واش ما عرفتش.
صافي عاود رجعنا للكوميسيريا، داروا المحضر ديالهم. المهم هذاك الوقت هذاك بحال غير هضروا معانا شي اسئله خفيفه وصافي، وجينا للدار. المهم ما نقولش لك الحاله اللي انا فيها، كلشي تخربق، كلشي ترهون، كلشي حاجه ما بقات عندي. شحال في العمر ديالها؟ عنده 16 عام الوقت فاش تقتل، عنده 16 عام. وزيد في زيد نهار جوج في شهر جوج في 98، يعني ولا راجل. حتى انا كبرته وتمحنت معاه، عاد باش جا واحد في دقيقه في رمشه عين قضى عليه وعليا وعلينا كاملين. حقاش حنا دابا مبقاش عندنا فرحه، راه فرحه ولا عيد عيد ولا، يعني كنا مدمرين. واخا انا كابره وداكشي، ولكن ما مرتاحاش في قلبي ديما تنحس ناقصاني شي حاجه، ديما تنحس فرحتي ما كاملاش، ديما حالتي لا اله الا الله. واللي زاد خلى نفسيتك اكثر مدمره شنو؟ ما لحد الساعه دابا 7 سنين ومازال ما بانش الحق، مازال ما بانش اللي قتل. على زعما فين غيكون ماشي؟ جات شي حاجه من السما وقتلاته؟ ما يمكنش. اكيد قاتلو واحد قاش مضروب بموس في قلبه، واكيد كاينين الناس اللي شايفينه وخايفين. الخوف من الله، اللي بغى يخاف يخاف الله. حقاش اللي كتم شي شهاده واللي كتم الحق راه ما راه ربي ما غاديش يغفر ليه، ربي ما غاديش يسمح ليه. مات قدام واحد الدار، والدار كانت يلاه كتبنا وفيها المعلمين. هذاك النهار بالضبط دازت بنتي، حيت كان مازال ما ركبوش ليا الشراجم، دازت بنتي والمجموعه اللي كانت معاها مع كانوا كيمشيو كاملين يترينيو. قالت لي ماما راه كاينين المعلمين، كاينين الشراجم مازالش ما مركبينش، تيبانو منهم المعلمين. قالت لي ماما راه كاينين المعلمين، ومول الدار نكر بالله راه كانوا المعلمين. قالت هما كانوا، وانا متاكده بالله كانوا، ونتقلد بالله كانوا المعلمين. وطمست القضيه. علاش طمست؟ كيفاش؟ اشنو اللي وقع؟ مالو اللي قتلو؟ علاش ما بانش هادي 7 سنين؟ يعني قدام الدار فاش مات ياسين؟ قدام الدار كاينين، غادي نقول لك 3 متر و 4 متر باش بعيد على الباب فين ديال الدار فين تقتل. يعني كاينين الناس اللي شايفين. ومخا هنا حي، هنايا في حي القريعه، الخرجه ديال بحال غادي الخريبكه، الخرجه ديال واتزم دار الاخر كاع. كاينين السكان تما ولا غير ديك الدار بوحدها؟ لا كاينين سكان، كاينين سكان. انا وليت كل حد كان مشي مع داك الوقت فاش تقتل، يعني كنلقى العيالات جالسين دايرين كراساهم وجالسين مجمعين، الا هذاك النهار فاش تقتل ولدي انا اللي حتى واحد ما بغى يكون تما. علاش اختي كتمشي كل حد في الوقت فاش تقتل؟ تنمشي غير نشوف واش بصح الناس ما تيكونوش تما. وكان حداه واحد البلاصه خاويه، كاين حدا هذيك الدار كاينه واحد البلاصه، كاينه دار حداها وكاينه الخاويه حدا الروضه، تيكونوا فيها الناس عندهم الغلم ديالهم، تيجيبوها يديروا بيها، تيجيبوها باش يراعيوا بيها تماك، تاكل الغلم تماك. ولي حد الساعه ما بغات تبان حتى حاجه. انا ما خليت فين مشيت، ما خليت، درت شكايه ها هي الوالي الامن، ها هي درت شكايه المدير درت شكايه لوالي الامن الرباط، درت شكايه للمدير العام ديال الامن الوطني، درت شكايه الرئيس المنتدب بالمجلس الاعلى للسلطه القضائيه، درت شكاية للسيد المحترم مدير المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، درت شكاية للرئيس رئاسة النيابة العامة. ما خليت فين مشيت، يعني من 2013 درت شكاية لوزير العدل، ها هي ما خليت حتى باب وما دقيتوش. الكوميسيرية هنا يعني ولا كلشي عارفني، راه أم الدري اللي تقتل والجار
العميد اللي جا جديد كان مشي عنده، تيقول لي يكون خير، انا ما شفت والو. يعني الشمرة ما طفاتش، ما يمكنش تفع، ما ما يمكنش. يمكنش تفع، لحقاش انا ولدي، انا ولدي مشى، هو اي احسن من هاد الناس اللي باقين عايشين دابا، هو مشى شهيد. ولكن علاش زعما، علاش ما بانش اللي قتله؟ علاش، علاش 7 سنين وما بانش اللي قتله؟ يعني يكون خاص يكون اجنبي، ولا خاص يكون باه مسؤول، ولا خاص يكون باه مصاحب مع شي واحد ما عارفين واصل عاد باش يبان. راه مغربي، راه ولد الشعب، راه ولد الوطن. الا كان بنادم في قلبه الرحمه، راه كيما تقاس ولدي انا، وكيف ما تقاس انا في كبتي، راه الا سكتي غادي تقاس هذاك ويتقاس هذاك. خاصنا نتعاونوا، خاصنا نكونوا واحد على الظلم. ما خاصش بنادم يبقى يشوف، وحيت انا ماشي ولدي هذاك اللي ضرب، ما خاصنيش نهضر، غادي نجبد على راسي الصداع. راه كاين الله، الله اكبر من كل واحد. يعني الواحد اللي بغى يخاف يخاف من الله، ماشي من واحد الواحد راه غادي يقدر يقيسني انا راه مجرم، ولا واحد الواحد باه واصل، ولا واحد الواحد، ولا غادي نمشي للكوميسيريه غنبدا نتسوال، ولا شي حاجه، شي حاجه اللي بسيطه، اقل حاجه يدير واحد هز على تليفون وقول لك راه انا، راه انا شفت، راه كاينين الناس اللي شافوا. انت اختي ما حاولتيش تمشي عند هذوك الناس اللي قلتي كتمشي وتلقايهم، ولا مول هذيك الدار؟ انا مشيت عنده شحال من مره مول الدار، مشيت عنده انا واختي وخويا، والسيد قال لي انا هذاك النهار بالضبط، قال لي ما كانوش عندي خدامه، وتيقول لي انا خالتي، شوف خالتي، تيقول لي شوفي خالتي، انا راه داك النهار السيد راه كبير، تيقول لي انا هذاك النهار كنت عيطات لي المدام، قالت لي تمشي دير لي الطحين الطاحونه، انا داك النهار ما كنتش خدام، يمكن على الطحين غادي يوقف الخدمه، يمكن هي باش وقف الخدمه باش يدي المراه الطحين الطاحونه. وعاودت مشيت عنده مره اخرى، وانا شفتو كاين في دارو، حيت انا مشيت لعند البنت اللي قالت لي انا الاولى اللي وصلت، قالت لي انا الاولى وصلت ولقيتو مسكين عريان، قالت لي وجبت شي حاجه باش غطيتو داكشي، وبان لي هو مشيت دقيت عليه وما بغاش يحل عليا، دقيت عليه الباب بحجره ما بغاش يحل عليا، وقالتها للبوليس، قال لي يمكن راه غير تيمرا وداكشي علاش ما بغاش يحل عليك الباب، علاش هذاك السيد تيتهرب مني ما بغاش يهضر معايا، ما عرفتش علاش، علاش البوليس لحد الساعه؟ يعني حنا في مدينه صغيره، ماشي شي مدينه كبيره، مدينه صغيره وكلهم الناس عارفين بعض جهاتهم فيها، يعني كنا عولاد البلاد، راه ما كاينش البراني هنا بزاف، كاينين ولاد البلاد اكثر. ما بغاش تبان، ما بغاش تبان الا هاد القضيه ديال ولدي انا اللي ما بغاش تبان، يعني بزاف ديال الحوايج اللي راه متفكو قاضي ولدي انا ما بغاش تبان. اشنو ذنب هاد الدري؟ اشنو ذنبو؟ علاش تقتل؟ اللي كتقولي باش تقتل وعلاش تقتل؟ هذاك الشيء، هذاك الشيء اللي باقي انا دابا، وما انا من جيت ومرتاحه لحقاش، هو دابا مشى شاهد هو احسن مني انا ومنهم كاملين، ولكن انا تنقول علاش تقتل؟ اشنو لي، اشنو زعما لي دار؟ شكون قتلو؟ علاش قتلو؟ واش مدابز؟ واش اشنو؟ ما فهمتش. مازال حر طليق؟ اكيد راه اكيد مازال حر طليق، هذه اكيد حاجه باينه، لحقاش ما كاينه حتى حاجه دابا، ما بانت من 2013 لحد الساعه، راه حنا دابا في 2011. نعم، رسلت النيابه العامه. رسلت النيابه العامه، تنمشي عندهم كل مره، كنمشي عندهم، مشيت لعند السيد الوكيل العام، وتلاقيت معاه وهضرت معاه واستقبلني وهضر معايا مزيان وداكشي، وقال لي يكون خير وانا غادي ندير، وهو اللي حول الملف ديالو عند قاضي التحقيق، ومن هذاك الوقت لهنا راه مازال الملف عند قاضي التحقيق مازال. اش كطالبي لالا؟ تنطالب حق ولدي يبان، تنطالب من الناس المسؤولين، من الامن ديال وادزم يوقف معايا، يتحل هذا اللغز. انا عارفه هما غادي يشتغلوا بهم هذه القضيه، عارفه ماشي شي حاجه بالنسبه ليهم، عارفه هم تيتعاونوا معاهم ولاد البلاد، وتيحلوا بزاف ديال المشاكل، وتيحلوا بزاف ديال الالغاز. وتنطلب من السيد الحموشي يشوف فينا بعين الرحمه، ويحقق في هذه القضيه هذه، ويفك لنا هذا اللغز هذا، لحقاش انا عييت، عييت ما بقيتش قادره
مبقاش قادرة لحقاش بزاف من 2013 وانا كنجري من الرباط الخريف قال وزان من الرباط الخريف قال وزان وما كاينه حتى حاجه. كون عا كانت بعدا جريت ودرت شي حاجه ولا ما كاينه حتى حاجه، ما استفدت والو، استفدت غير جري. هنا كانت الرسالة ديالك يعني للقضاء ولرجال الحموشي. خليتي رقم الهاتف ديالك أختي لمن فمن مازال كطمعي، شكون تنطلب بغيتي مازال يوقف معاك ويبرد عليك؟ تنطلب انا طماعه في الناس، السكان ديال وادزم هما اللي قادرو يعاونوني. اكيد كاين اللي شايف واكيد كاين اللي عارف واكيد كاين اللي سامع، انا متاكده 100% كاينين الناس اللي عارفين وكاينين الناس اللي شايفين كاع وما باغينش يهضروا. انا تنطلب منهم غير يهضروا، راه ما كاينه حتى حاجه اللي غادي اللي ما بغاش اللي ما بغاش يهضر بسميتو، اللي ما بغاش يبان بوجهه. هذاك الشيء راه بزاف ديال الوسائل باش يوصل ليا الخبر بلا ما يتعرف، ماشي بالضروره حتى يجي لعند البوليس ويقول لهم انا شفت ولا انا. يعني بغيتي الناس تتواصل معاك؟ بغيت الناس يتواصلوا معايا ويعاونوني تحلي هذا اللغز، اش تحل هذا اللغز ويديروا هاد ياسين، يديروه ولدهم كاملين ماشي غير ولدي انا، راه ولدهم كاملين. ياسين راه ماشي ضاع عليا انا، راه ضاع علينا كاملين. راه اليوم ياسين وغدا ولد واحد اخر وغدا ولد واحد اخر، راه لا اله الا الله محمد رسول الله. نعم. مادام اختي كطلبي من ساكنه مدينه وادزم انهم يوقفوا معاك، واللي شاف شي حاجه يعني هذه المده ديال 7 سنين، 7 سنين، حاولي انك تقولي لهم البلاصه، ذكريهم بشي حاجه باش يقدروا يتذكروا هذه الواقعه هذه. هذه الواقعه وقعت في 2013 في شهر 12، في الاول ديال شهر 12 2013، البلاصه في القريعه حدا المقبره، حدا واحد الدار راها كانت يلاه كاتبنها، راه هي على الخارجه ديال واتزام تماك فين وقعت الواقعه، قدام الباب ديال الدار، ما بعيداش عليه حتى 3 متر على الباب، على الباب ديال الدار. شريح اختي شنو تيقول؟ شريح صافي راه قال لك راه مضروب موس في قلبه، موس مضروب موس في قلبه، ضربوا موس في قلبه، عنده دقه حدا كبيره غادي يكون فيها شي 4 سنتيم، عنده دقه في قلبه، عنده مقموش من ايديه من هنا ومجروح من ركبته، هادشي اللي انا شفت فيه. المهم انا شفته غير من هنا. يعني وهذيك الضربه اللي شنو قال لك الطبيب مثلا؟ شنو ممكن يكون تضرب في بلاصه اخرى وجا؟ لا لا، قال لي الضربه ديالو، قال لي ما يمكنش يفوت 3 ثواني، ما قال لي ما يقدرش ينوض من حقاش، قال لي جاتو في تضرب يطيح في البلاصه، يضرب قال لي يطيح في البلاصه، حقاش هو دابا ملي يضرب ما خارش منه الدم، دم ما خارش من في حوايجو ولا في بلاصتو ولا الدم ما كاينش. كاينين 3 نقيطات صغار بحال العدسه، 3 نقيطات هما اللي كاينين صافي. حوايجو انا ما شفتهمش، واش مضروب من فوق حوايجو ولا من تحت حوايجو انا ما شفتهمش. هادشي اللي كنتي اختي تذكير بالنسبه لرقم الهاتف ديالك، مادام انت طلبتي من سكنه مدينه وادزم انهم يوقفوا معاك ويعاونوك، قولي رقم الهاتف. الرقم ديالي هو 06 62 43 48 14، وتنتمنى تنتمنى من صحاب القلوب الرحيمه، تنتمنى باش يعاونوني ونفك هذا اللغز، الله يرحم ليهم الوالدين. وتنتمنى من السي الحموشي، تنطلبوا وتنرغبوا، تنقول لي دير هاد الدري هذا ولدك وحل لي هذا اللغز. انا ما بقيتش قادره، انا عييت حتى المسؤولين ديال واتزام اللي ديال الامن، راه قهرهم هاد الدوسي، راه ما لقاوش ليه الحل. يعني راه من 2013 وهما تيجريو في هاد الدوسي، راه ما بانش ليهم فيه هاد الدوسي هذا، راه غلبهم. وتنطلب من السيد محمد ابهيم العميد ديال الشرطه ديال واتزام يعاونني، يتعاون معايا ويشوف هاد الدوسي، غير يطلع لي يطلع ليه، ربما يبان ليه شي خلل، ربما يبان ليه شي ملابسات، ربما يشوف هو شي حاجه ما شافوهاش ناس اخرين. تنطلب منه السي محمد ابهيم رئيس ديال العميد ديال الشرطه ديال واتزم، تنطلبو وتنقول ليه الله يرحم والديك الا ما طلع على هذا الملف ربما تشوف شي حاجه ما شافوهاش ناس اخرين. عندي الرقم ديال الملف عندي ديال 16/20 سنة. 16
2016 20 ديال سميتو اللي في المحكمة ديال خريبلة، محكمة استئناف. الله يرحم والدي. اذا مشاهدي قناة الشوف تي في، كما سمعتوا معنا ام منهارة، ام الجمرة ما برداتش، ام تناشد وكتطلب من ساكنة مدينة واتزم، وقالت لكم ياسين ولدكم وخوكم وقفوا معها. علاش طلبت منكم خوتي؟ بغاتكم تساعدوا، لانك تقول انا متاكده ولدي تقتل، وكاين اللي شاف وكاين اللي عارف وكاين اللي سمع. فهاد الشيء راه وقع هادي 7 سنين خوتي. قالت لكم فين وقع؟ قالت لك حدا المقبره في الخرجه ديال مدينه واتزم، حدا شي دار ديك الساعه كانت عاد كتبنا امامها فين مات. حاولت تذكراتكم بالواقعه، اللي شاف شي حاجه يتصل بالرقم ديال الهاتف ديالها ويحاول انه يبرد عليها، يقول ليها راه شفت ولا ها شنو وقع ولا ها شنو وقع، لان حتى واحد ما شاف هذا الشيء. قالت ما يمكنش، خصوصا انا قالت واحد الكلمه، قالت لك انا كل حد كنمشي لهذيك البلاصه وكنبقى نضر وكنلقى الناس خارجين وجالسين وهذا، يعني ما كتكونش الوقت اللي مات فيها ولدها الله يرحمه شحال هذيك الوقت. نعم الوقت الصباح 11 ملي خرج من الدار وتقريبا 12:30 قال لي راه مقتول. 11 خرج من الدار، 12:30 لقاوه مقتول، يعني هذيك الوقت قالت لك تتكون الدنيا عامره تمايا والناس خارجين، يعني لا بدا ما شاف شي واحد هذه الواقعه. فهنا خلات رقم الهاتف ديالها اللي بغى يعاونها اللي بغى يفيدها بشي حاجه. 06 اختي 62 43 48 14، هذا رقم الهاتف ديالها. كذلك وجهت الرساله ديالها لسي الحموشي تقول انا كنتمنى يتفتح تحقيق معمق في هذه القضيه ديال ولدي، راني ما كنعس ما كنشوف وما كان ما طفاتش الجمره. ولدي مدفون، لكن انا مازال ما دفنتوش، مازال ديما حاضر معايا، ديما كنقول حقه خصو يبان. كذلك وجهت النداء ديالها والطلب ديالها العميد، يعني عميد الشرطه هنا بمدينه وادي زم، كتقول له طل، شوف مسكينه كيفاش قالتها، طل على داك الملف ديالي، ربما انت تقدر تلقى شي حاجه ما هياش، ربما تعمق البحث وتلقى شي حاجه اللي تقدر تطفي الجمره ديالي، ولك الاجر. الى هنا مشاهدي قناه شوف تي في، كنجيو لنهاية هذا البث المباشر من مدينة وادي زم. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.